السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا عملنا لكم العدس اللي انت هتحبوه وهتعملوه بإذن الله. وصفة سهلة جدا، وصفة جميلة جدا، والوصفة هتشوفوها في آخر الفيديو بعد ما أنا آكل بإذن الله. وهتاكلوه طبعا، ممكن تاكلوا بالخبز الناشف ده، وممكن تاكلوا بالخبز الطري ده بالفينيسيا، وده المتحمص ده، وخد بالك، وممكن تاكلوا بالرز، ممكن تاكلوا بالرز. ونسمي الأكلة لأن ما عادش عايز أضيع وقت، وهتتبسط منه جدا بإذن الله. مش نجرب كده اهو بالخبز الناشف ده كده، بسم الله. وطبعا هنا القشطه، انا مزود هنا القشطه، هحطها دلوقتي. وهنا الليمون اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، الليمون. وفي هنا القشطه، بسم الله الرحمن الرحيم. قشطه بلدي والله يا جماعه. طبعا هو ده اختياري، انت تحط بقى القشطه ما تحطهاش، يا صلاه النبي احسن. اللهم صل على النبي. شوف يا عم، شوف يا ابويا، شوف المنظر ده، يا صلاه النبي. شوف بقى، انت عايز بقى تحط كريمه لباني، ما تحطش كريمه لباني، هات شويه حليب، كوبايه حليب على معلقه قشطه زي دي كده، وهتشوف بقى. الله الله، يا نهار ابيض. ممكن تاكله بالرز كده، ممكن تاكلوا بالرز كده اهو. شايف؟ ركز معايا بس، ركز معايا كده. ممكن تاكلوا بالخبز الناس الطري ده اهو، خلي بالك معايا اهو، صلاة على النبي. ممكن تاكلوا بالخبز ده اهو، ناشف ده اهو، اللي انت عاوزه. هيقبل، هيقبل منك اي حاجه اهو، خلي بالك. وممكن تشربه كده. حاجة فخامة 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 بجد. يا سلام، لا 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 لا، شوف القصة يا أبو سعيد، شوف لما حطيت القصة بقت عاملة إزاي. أنت ما شفتوش القصة بعد ما اتحطت، حاجة تانية خالص، ودتك في مكان تاني عام. الله، وده خفيف قوي. الله الله عليك، الله عليك حبيب والدي. الله، اوعى اوعى تسيبني، اوعى تسيبني. الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. يا سلام يا سلام. يا حاج، القشطة وديته في مكان تاني. أنا كنت بقول لكم القشطة دي اختياري، أنا عاوزكم بقى تعملوا بالقشطة دي. معلش، وضع تاني، حاجة تانية، حب هو حاجة تانية والله. وبص هقول لك حاجة، ده هو جميل برضه، يعني لو انت يعني حد كبير زي كده وعاوز بحاجة طاغية، هو ده هو ده هو ده هو ده. خلي بالك سفنجة، الهيل ده طلع روعة أوي في الموضوع ده، اللي هو ده أهو، أو الطويل، بس هات عيش نظيف أهو، اللي هو الفينيسيا ده. أنت عاجبك الطري عن المحمص؟ أوي، لا كله، من المحمص كله طري، ما عادش فيه محمص يا أبو سعيد أهو، أهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. من غير بصل يزعل. اخواتي اللي كانوا بيقولوا لي مش هنعمل، ما بنحبش وما بناكلش العدس، لا هيعملوه، ولازم تقولوا لي بقى في البث اهو. صل على النبي بجد، اللهم صل على النبي.
عايز اعمل حركه كده انا بحب اعملها اهو. معايا بقى هنا، خليك معايا هنا. يا سلام. والله العظيم حاجة ما حصلتش. شوف اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ شوف يا عم، شوف، بقول لك بيوديك لمكان تاني. اي أيوة والله يا اخويا، اكل لا تحفه. اللهم صل على النبي. ووصف اخر فيديو وهتنسى. يمشي في اي اتجاه، رز، خبز. الشتا جاي ودي اكله شتويه يا جماعه. وعلى فكره ممكن نضيف شويه زيت زيتون على وش، ممكن نضيف القشطه زي ما انا قلت لك كده، بس انا احب القشطه دي. وممكن يتاكل من غير اي حاجه خالص ويبقى صحي بقى. ما انا بقول ممكن يا مصطفى، ممكن بتعود على ان هو ممكن ما يعملهاش كده. والله يا جماعة الوصفة روعة روعة روعة، هتعجبكم. اعملوها وجربوها، مش تخسروا حاجة. بس خلي بالكم ربع كيلو دي كمية كبيرة. انت دوم تعملش ربع كيلو، اعمل 100 جرام. لو انت كم نفر يعني، مثلا الربع كيلو دول 250 جرام. لا اعمل 100 جرام، يعمل كوبايه المكيال لو لو حد ما 100 جرام يا مصايب. هتيجي كوبايه، هتبقى كوبايه. هتبقى حلو. يا صلاه النبي صل على الحبيب. قلبك يطيب، قلبك يطيب. انا بس صدري وجعني شويه يا جماعه. شوف شوف يا جدع، حاجه عظيمه والله. كده يا جماعه الفيديو، انا خلصت الفيديو بجد يعني، عشان تشوفوا الوصفه دلوقتي. هتخش تشوفوا الوصفه دلوقتي وانا هخبط كوبايتين كمان من دي يا جماعه، امانه يعني. السلام عليكم. الله. خلاص يا عدس. انت طلب العدس يا جماعه، اهوت عدس جميل. حاجه بقى ايه، مش هيعمل لك مضايقه ولا هيعمل لك اي حاجه، معمول بطريقه سهله. تخش تشوفوها دلوقتي باذن الله. طبعا دي حاجات اختياري، القشطه ديت هنا وهنا حاجات جميله قوي. هنا خبز ناشف وهنا خبز طري. الف الف هنا وشفاء على قلبكم. وتخش تشوف الفيديو دلوقتي. استاذ احمد ركز بقى معايا، دول شويه توم دول، وشوف الجزر والبطاطس والكوسه
والثوم دهوت كمان اهوت والبصل. خلي بالك احنا ممكن نضيف كرمبيت بس مفيش عندنا كرمبيت ملقناهاش. خليك معايا بقى. في كمان ربع كيلو عدس. نبدا كده نسمى الله كده اهوت ونبدا كده ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه. وطبعا الخبز اهو من فينيسيا خلاص هنعمل الخبز ده أنا ايه اللي هنحمصه ان شاء الله زي ما هتشوفوا باذن الله. وطبعا العدس بيتاكل بالخبز يا جماعه وبيتاكل بالايه بالارز. وضفنا كمان ليمونه. هنبدا بقى كده يا جماعه نغسل العدس كده اهو بالميه بقى كده اهوت نغسله كده. طبعا اي حاجه طبعا زي دي لازم تتغسل من التراب والكلام ده كمان يعني لا بيتغسل كويس مره واثنين وثلاثه عشان اللون الابيض ده يروح. يتغسل كويس كم مره وتصفي بالمصفى. تمام تمام يتغسل كويس كده يا جماعه. نقعد نغسل فيه لغايه زي ما يبقى زي ميه الحنفيه. طبعا كده يا جماعه شوفوا بقى جميل ازاي يا استاذ احمد بقى نضيف اهو بقى ميه اكنها نازله من الحنفيه. غسل كويس يعني قعدنا نغسل شويه حلوين يعني ما شاء الله عليه. هنصفيه بقى دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. كده صفيناه في المصفى اهوت نحطه بقى في الحله اللي احنا هنطبخ فيها اهوت اهو. يلا نزلنا التوم اهو نزلنا بالكوسه بالجزر. بسم الله ما شاء الله شكلها تحفه الله سبحان الله. نحط الميه بقى اهوت طبعا نحط الميه السخنه افضل يعني عشان تبقى ايه يبقى ما تقعدش تفضل لغايه ما تسخن وكده يعني. اه تمام يا عم اهو دول شويه ميه حلوين يعني يا جماعه يعني يجي رتل ونص ميه او رتل او رتل وشويه حلوين اه حسب الكميه بتاعتك طبعا. اه تمام خليك معايا بقى نديها على النار بقى دلوقتي كده لسه مستويه. طبعا بقى منظره جميل قوي يا جماعه والمفروض نجيب الهند ونضربه بنعرف انه استوى نفرمه كده بنعرف انه استوى ازاي العدس لما تلاقي الخضار استوى والبصل اه بس هيبقى جميل كده لان العدس الله. نفسه بيستوى بسرعه. اه بصوا يا جماعه المفروض تعمله بالهند بس سهيله بنتي حرقت الهند بلندر بتاعنا الكنود مش هنعرف نجيبه اصلا دلوقتي فاحنا هنعمل نضطر ان احنا نعمله في ايه؟ في الخلاط الجميل ده اهو احنا خايفين عليه برضه. بسم الله ما شاء الله. اللي عنده جهاز الوقت يحافظ عليه يا جماعه يا بنات يا رجاله يا بتدخلوا المطبخ اللي عنده جهاز زي ده اهو يستخدم يحافظ عليه حافظ عليه الحاجات دي غلط جدا. عدس كده اهوت في الحله لسه في شويه حاجات هنعملهم لسه في تكات لسه بهارات هتتحط وكلام من ده يعني خليكم معايا. هنحط شوية حليب كده يجي كوباية يعني 150 مللي كده 150 أو 200 مللي حليب ده حليب ده لأنه تكة حلوة بس هي هتعجبكم يعني إن شاء الله. بعدين هنزود كمان شوية مية كده بقى ونظبط القوام بتاعنا اللي هيعجبنا يعني إحنا حطينا كمان كوباية مية تيجي 300 مللي خلاص هو يعني عشان تبقوا عارفينها. قال لي شفت بقى اللون ده أوعى تحط عليه طماطم لسه كده يا جماعة العدس ده والله وصفة ما شاء الله عليه وصفه شتويه جميله كده لسه اه ما شاء الله يعني تزود لبن وميه برضه تمام. نحط بقى البهارات بتاعتنا البهارات وبعدين ايه نوديه على هيروح لسه بقى ياخد ايه غلوه ما فيش ثلاث دقائق بس ولا اربع دقائق. طبعا ما تسيبوش على النار كتير عشان ما يتقلش وترجع تحط تاني. نحط ايه بقى يا حاجه ده ايه نص معلقه كمون اه دي شويه كمون هم الجمال قوي شويه كزبره ناشفه هي نص معلقه برضه نص معلقه ملح وبعدين تظبط نص معلقه ملح اظبط ملحك بقى ده لما تدوق بقى انت بقى شوية ملح شوية فلفل مطحونين حار جدا يعني لو انت ده اختياري يعني اعمله لو انت مش عاوزه ما تعملوش. المون بقى عندي عشان ما يمررش اه عندي التقديم عندي التقديم. وقطعنا الحاجات دي كده بقى المخبوزات ده اهي الفينيسيا الجميله دي نقطعها كده وهنحمرها بقى ايه بالسمنه البلدي كده. نطصها بقى بالسمنه البلدي كده اهو بص ده ونحمصه كده اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه. شوية مخلل كده اهو من اللي سهيلة بتعمله الخيار الجميل ده اهوت سريع جدا وشوية بطاطس كده وشوية البصل البصل مهم اهو مع العدس يا جماعة والله تاكلوا أكلة مش ما شاء الله ألف هنا وشف. أخيرا هنعبي اهوت نعبي بقى اهو ما شاء الله
حاجة عظيمة يا جماعة. اللهم صل على النبي. بقى شوية بصل كده اهوت يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. يا جماعة احنا غيرنا الصينية، جبنا صينية تانية. على تمام، على ان شكلها طبعا جميل. اكل شوف شوف شكلها عامل ازاي. ده العدس ده حكاية يا جماعة، حكاية والله. لازم كلنا نعمل العدس بإذن الله. احنا زودنا هنا حاجة يا جماعة عايز اوريها لكم، مهمة جدا جدا جدا، بس دي اختياري. شايف؟ قشطة. اللهم صل على النبي. يا جماعة الأكل ألف هنا وشفاء على قلبكم، أكلة جميلة جدا واعملوها هتستفادوا منها إن شاء الله. يعني أنتوا طبعا أنتوا الوقت بتشوفوها في الآخر الفيديو، بس أكلة ممتازة جدا جدا. وهنا طبعا خبز ناشف، وهنا خبز طري لين يعني أو طري، وهنا خبز متحمص، وحاجات جميلة أو ما شاء الله تقدر تعملها وتعمل بهجة في البيت بإذن الله. ألف ألف هنا وشفاء على قلبكم.